الموضوع استوقفني فعلا، وحبيت ان انا اعمل فيديوهات مع ناس عشان استعين بخبراتهم، هم عايشين في البلد النور وهم يردوا عليا يقولوا لي اذا كنت انا صح او غلط. فهضطر ان انا هسأل بنات وهسأل شباب عن الموضوع، العلاقات هنا ما بين بعضهم بتبقى عامله ازاي او ايه طبيعه العلاقات. من ضمن الحاجات اللي لاحظت في مصر هنا ايه، الناس لابسه كويس مع ان المستوى المعيشي مش كويس، يعني مستوى المرتبات او الحياه مش كويس، بس مع ذلك الناس شكلها نظيف ولابسه كويس ومسرحه ونظيفه، يعني الناس شكلها نظيف في الشارع. مش يعني مش معنى انك معكش فلوس يبقى انا بكون معفن او بكون وحش في نفسك او ريحتك وحشه، لا، هنا الموضوع مختلف. سالت محمد اللي هو الصربي عن موضوع البنات، فعلا اكد لي ان البنات هنا بارده وعندهم دايما مشاكل، يعني ما تقدرش تعيش معاها، ما تقدرش ان انت ترتبط بيها. What's your name؟ محمد. محمد مسلم؟ No مسلم. No مسلم؟ Only name؟ محمد. محمد is Muslim name. It's wise, yeah. Ah, but you are from Serbia. Yes. Okay. Girl is here beautiful, huh? Beautiful, yes. But yes. Problem, huh? Here? Problem here, yes. Here no heart? No heart? No feeling? No feeling. شهادة شهادة من أهلي يا جماعة، ما فيش أنس. يمكن ده اتجاه جديد في العالم، أو أنا شايف كده، يعني ده اتجاه لعدم الإنجاب أو لعدم التكاثر. ده اللي بنسمع فيه عن الفرق الماسونية أو اللي هي المليار الذهبي، بيؤدي إن الولد والبنت يعني يتحولوا من الأمور الطبيعية إن هما يبقى في علاقات اللي هي المتعارف عليها راجل وست وجواز لأمور تانية، وزي ما بنشوف في الشواذ دلوقتي اللي الجيز والليسبيان والجنس التالت والحاجات الغريبة دي. وبيأكد لي كلامي هنا انتشار المحلات بتاعت السكس شوب كتير قوي هنا، بإعلام التولز والحاجات الشاذة كلها يعني. فيمكن دي وجهة نظر يعني، وطبعا يعني بناء على اللي شفته ممكن يكون فيها صحيح وممكن يكون خاطئ، يعني دي حاجة أنا متخيلها أو حاجة بفكر فيها يعني. كله بنتين مع بعض، بنت مع نفسها، بنت مع كلب، الواحدة لوحدها كده، يعني دايما بتلاقي الموضوع يعني هنا سنجلة يعني. وادي عندك كمان بنتين هما مع بعض، يا ترى بقى كانوا بيضحكوا عليا ولا بيقولوا ايه؟ الله اعلم. انا اللي خلاني خدت بالي ان كتير كتير، يعني نسبة اكتر من 80% في الشارع بتلاقي شاب لوحده او بنت لوحدها او مجموعة شباب، شابين تلاتة، بنات بنتين تلاتة، هو ده اللي بتشوفه في الشارع على طول. كمان الموضوع اللي تشوفه اكتر موضوع الكلاب، ويعني اهتمام الشباب والبنات بالكلاب وبالاخص البنات، كلاب في كل حتة، يعني ما ينفعش تعدي عليك دقيقة من غير ما تشوف حد معدي معاه بكلب. لو ركزت معايا في الفيديو كويس هتشوف اللي بتكلم فيه ده، ان كل واحد ماشي في حاله، او يعني محدش بيحاول حتى يحتك بحد او يتكلم معاه، او يعني في اسلوب غريب علينا كمصريين ان احنا عندنا دايما بتلاقي يعني المشي اسري، او تلاقي الاسرة ماشية مع بعضها، او تلاقي واحد وخطيبته وواحد ومراته، في مظاهر من الارتباط. لكن في الشارع انا ما شفتش الكلام ده خالص، يعني بنسبة 10%. حتى في الكافيه زي ما انت شايف بنات او شباب مع بعض. طبعا لما اتكلمت مع مواطنين من الدولة اكدوا لي ان انا كلامي ده مظبوط، وان العلاقات يعني قليل جدا ما تلاقي اتنين طبيعي مرتبطين ببعض. ولما سألت عن الأسباب يعني بعض الناس قالوا لي ان هي بمشاغل الحياة بضغوط الحياة، ان الست عايزة تعتمد على نفسها وان هي مش معتمدة على الراجل بشكل كبير، وان الست عايزة تشتغل وتحقق نفسها. ودي المصطلحات اللي احنا حديثة على مجتمعاتنا، ان الـ independent woman او الست الاعتمادية على نفسها واللي هي single mother،
اللي هي تبقى اتجوزت وبعد كده تعمل مشاكل مع جوزها فهتتطلق، فهتضطر ان هي تبقى هي ام بس مفيش اب للاطفال بتوعها، او يعني المصطلحات كلها فيها تشتيت وفيها ضياع للاسره وفيها ضياع للمجتمع كله. يعني اكيد لو انتوا ركزتوا شويه في الفيديو الناس اللي ماشيه في الشارع هتفهموا انا قصدي ايه. الموضوع يمكن ملفت للنظر لكن هو كمان محتاج دراسة ومحتاج يعني الدولة نفسها في صربيا ان هم يدرسوا الموضوع ده. انا معرفش اذا كان هم مهتمين بالموضوع او لا، لكن الموضوع يعني يخلي اي حد مركز شوية ياخد باله ان اللي بيحصل في التركيبة اللي في الشارع مش مظبوطة. من الملاحظات برضو اللي لاحظتها ان الناس لما بتطلع في يوم الاجازة بتكتر نسبة الناس المرتبطة، يعني الكابلز بيزيد عدده في أيام الأجازات، فدي من الحاجات برضو اللي أنا خدت بالي منها. يعني في ممكن يكون يوم في الأسبوع بيبقى فيه اتفاقات أو في خروجات بتبقى متظبطة من قبلها، بس ده بيتلاحظ في الشارع يوم أجازات. أكتر وقت ممكن تلاقي فيه ناس بتتكلم من الجنسين من الولاد والبنات بتلاقيه بالليل، مثلا السبت والحد بالليل اللي هو الأجازات، أمام الكلبات والبارات بتلاقي في تعارف وفي كلام، بتلاقي في يعني في ناس واقفة مع بعضها بتتكلم، إذا كان بقى أصحاب في عمل أو إذا كان أصحاب في مدرسة أو جامعة، بس ده موجود بس في أوقات معينة في أماكن معينة. وفي نهاية الفيديو حابب أأكد إن دي وجهة نظري أنا، ودي حاجة أنا خدت بالي منها أو لفتت نظري، ربما تكون صح ربما تكون خطأ، لكن بعد يعني دراسة بسيطة الناس أكدت لي إن أنا على يعني على حق اللي أنا قلته أو كده. لكن في النهاية ده وجهة نظري ومحدش ياخد بيها دي براحته. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديوهات واشتراك في القناة عشان الراجل الطيب ده هيزعل منك.